النهارده يوم 15 فبراير، ولكن من عام 1976 كان يوم ميلاد عماد النحاس ابن محافظه المنيا، وطبعا نجم دفاع النادي الاهلي ومنتخب مصر في اول الالفيه الثانيه، اللي شارك طبعا مع زملائه في فوز الاهلي بحوالي 13 بطوله مختلفه ما بين الدوري وكاس مصر ودوري ابطال افريقيا كاس السوبر الافريقي، وطبعا ده كله بالاضافه لان هو كان من اهم المساهمين في فوز النادي الاهلي ببرونزيه كاس العالم للانديه في اليابان عام 2006. للأسف اعتزل نتيجة الإصابة عام 2009، اتجه بعدها لمجال التدريب. هنشوف مع حضراتكم تقرير سريع نتعرف من خلاله عن رسائل الجماهير للكابتن عماد النحاس في عيد ميلاده. هنشوف سوا التقرير، نطلع بعديه فاصل ثم عودة من جديد لعشر الصبح في الأهلي. اتفضل. يا ولد حلوة 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 عماد النحاس كابتن عماد، كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله تكسر الدنيا مدرب زي ما انت كنت لعيب بالظبط. حابب اقول لك كل سنه طيب يا كابتن، حضرتك كنت لعيب كبير ودلوقتي اتمنى لك النجاح في التوفيق في مع المقاولين العرب، وان شاء الله كده اشوفك احسن مدرب باذن الله في مصر باذن الله. هقول له كل سنه وهو طيب. طبعا من اللعيبه المعروفه جدا وثبتت جداره في تاريخها وما زالت تثبت جدارتها. اقول له يا كابتن الاول مفتقدينك جدا، كنت مدافع حلو قوي عندنا في النادي الاهلي، وان شاء الله بالتوفيق في نادي المقاولين، وهنستناك ان شاء الله يوم تبقى موجود معنا يوم من الايام وتتدرب النادي الاهلي ان شاء الله. كل سنه كابتن عماد النحاس، واتمنى كل التوفيق في مجال الرياضه ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا كابتن عماد، نتمنى لك التوفيق في مجال التدريب زي ما كنت متفوق في مجال اللعب. كابتن عماد النحاس، كل سنه وانت طيب، وحضرتك مدرب كبير جدا ومدرب عظيم، وبنتمنى لك التوفيق في القادم ان شاء الله، وانت مدرب هيبقى لك فرصه كويسه جدا مع فرقه كبيره، وان شاء الله ننتظر منك المزيد. كابتن عماد النحاس، كل سنه وانت طيب وعقبال يا رب 100 سنه. لاعب كبير ومن اهم المدافعين اللي جم في النادي، وان شاء الله يا رب بالتوفيق كده في تمرينك مع المقاولين العرب. شغل جميل انت عامله في الدوري، وان شاء الله يا رب دايما في احسن حاجه مع كل الفرق. كل سنه وانت طيب كابتن، وان شاء الله منتظر منك كتير في مجال التدريب، وانت كابتن مدرب كبير وعملت نتائج حلوه مع المقاولون السنه اللي فاتت، وان شاء الله سوء الاداء يتحسن معاك الموسم دوت، وان شاء الله تقدر توصل بالفريق دوت في حاجه كبيره في الدوري السنه دي ان شاء الله. احب اقول للكابتن عماد كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله من نجاح لنجاح اكبر، وزي ما كنت حضرتك متالق في مجال اللعب ان شاء الله تتالق في مجال التدريب وتبقى احسن كمان من اي حد في الدنيا، وربنا يوفقك دايما يا رب، وكل سنه وحضرتك طيب.